يا قليل الأدب، بدي أعرف شو راح تساوي لما عمك يسألك عن السبب. وطي صوتك، هلأ بيسمعك أبوك، ما صدقت هذا والفوت يرتاح. فوت فوت جوا ولك وبعدين معك. على العموم أنا رايح على الشركة لأنه في عطوفته بستناني هناك. سكرتيرة عطوفته ولا عطوفته شخصيا؟ ولك إلك عين تحكي؟ أنا رايح. تفضل اقعد. ولا خجلان من عملتك السودا؟ ليش بتحكي مع ابن عمك هيك؟ معليش يا حبيبي ما تزعل، روحي روحي اعملي له كاسة شاي خليه يبريقه. والله ما حدا فاهم علي قد كمرت عمي. انت شرفت يا سعادة الباشا. اكلنا هوا. روحي انت وياها واتركوني مع رامبو المتهور.